Vale. يا ابني ماشي ايدك يا ابني، ما تحشي ما تضغطش. حلو ده. طب بصوا يا جماعه، يعني فكره ممارسه الرياضه بالنسبه للولاد والبنات طبعا ده شيء مستحب وجميل جدا، لكن احنا عندنا ايه يعني موروث ثقافي قديم كده يقول لك ايه، في العاب الولاد بيلعبوها والرجاله بتلعبها ما ينفعش البنات تلعبها. زي ايه مثلا؟ زي الالعاب القتاليه اللي شفناها من شويه، طبعا الام ام اي وكمان البوكس ورفع الاثقال وغيرها من الالعاب الجامده والقتاليه. وبرضه في العاب بيقول لك ايه الراجل لو لعبها يعني مش محبذة قوي، زي الباليه، زي مش عارف الجمباز، الحاجات دي. مع ان انا شايف كل حاجه ينفع الطرفين يلعبوها. النهارده معانا بطله زي ما حضراتكم شفتوا من شويه اللي كان بيحصل على الهواء ايه. معانا شيرين الشهابي، وهي بتلعب اكتر من لعبه، بتلعب ام ام اي وبتلعب كمان تايكوندو وجودو وبوكس ما شاء الله، وفي الاخر هي تشوفها تقول عليها موديل اصلا، مش عارف ازاي. ازيك يا شيرين؟ ازيك يا شيرين؟ كيوت كده ورقيقه وما يبانش عليكي خالص. ايه اللي انت عملتيه ده؟ هو انت ده؟ ليه؟ هو مش فكره ليه، هو احنا بنحب حاجه فبندي فيها قوي بقلب. يعني لما بتحب حاجه بتعملها وانت مش حاسس بنفسك غير ان انت عايز تدي فيها كل حاجه انت عايزها. وانا الموضوع ده بدا معايا من صغري اصلا. اللي حببني في الموضوع ده بدايته خالص كان جدي الله يرحمه ووالد والدتي. كنت مثلا عندي 3 سنين او 4 سنين ويقعدني قدام المصارعه الحره. ايه ده؟ طب انا كمان بس طلعت ما بعملش حاجه خالص. لا انا كنت منبهره بقى، يعني انا بان عليا، يعني كل الطفل طبعا بيبان عليه ميوله، ميوله من صغره، بس انا بقى ما كنتش اعرف انا هتشد قوي كده. فكنت بستنى الوقت ده وبستنى اروح لجدي مخصوص عشان يقعدني يقول لي بصي على ده وبصي على ده وبصي ده بيعمل ايه. فكنت طبعا بغض النظر ان هو شو، بس انا كنت ببقى مبهوره يعني. فابتديت ازن على اهلي بقى انا عايز اعمل زيهم. طبعا بابايا ابتدى عشان يسكتني فراح جايب لي ايه، شرايط فاندام، فكمل عليا بقى. فابتديت ايه اعيد وازيد بقى في الشرايط الفيديو بتاعتهم، وابتديت اقول لا انا عايزه ابقى كده. يعني انا في يوم من الايام تخيلت قلت انا عايزه ابقى زيهم. انت شربت القصه من اولها. فابتديت بقى احاول اقلده في البيت، فطبعا انا هبلت وكسرت البيت وكده، وضربت اخواتي وبتاع، وضربت اخواتي وضربت الناس في المدرسه. المشكله طبعا ان لما جت استدعاءات ولي امر وبتاع بنتك مالها وبتاع، ف لا ادخليها في رياضه او كده. فابتديت انزل فعلا مع مامتي قلت لا انا عايزه اروح للرياضه دي. فبالصدفه لقطت في النادي كده واحنا ماشيين تايكوندو. فعجبني المنظر وعجبني الضرب، وكنت دايما مهووسه بالرجل والايد، يعني انا عايزه اضرب بالرجل والايد، بس التايكوندو كان رجلي بس. فدخلت قلت انا عايزه فعلا اضرب، يعني كل حاجه كنت بضرب بيها في المدرسه برجلي وخلاص. افتح باب افتح برجلي وخلاص. فطبعا دخلت التايكوندو، كان عندي ساعتها 8 9 سنين كده، وابتديت بقى الشغف بقى يوصل ان انا اتطور بسرعه. في حوالي شهر مثلا لقيت نفسي ان انا دخلت الفريق على طول، وعندي موهوبه. لا عندي شبه هوجن وشبه بقى وانا بلعب. كنت دايما احب ان انا التزم، يعني في اطفال يحبوا يهربوا من التمرين، كنت انا عايزه اروح التمرين دايما واعيط ان انا عايزه انزل. فبابايا كان عمال يقول لمامتي انا قلقان وحاولي تشديها شويه المذاكره بقى وكده. فابتديت باربي اي حاجه. لا انا كنت بلعب باربي وكل حاجه، بس انا بحب العنف اكتر، بحب الضرب اكتر. فابتديت بقى كل فتره اتعلم حاجه جديده. فطبعا كبرت على التايكوندو لغايه يعني دلوقتي، لحد دلوقتي بلعب. بس برضو لفت نظري لما جات لي اصابه شديده جدا، فقعدتني ان انا عارفه ان انا رجلي بس هي اللي بستخدمها، فاصابه جت في رجلي. فابتديت قلت لنفسي طب وانا هقعد اعمل ايه؟ ايدي راحت فين؟ ايدي موجوده. بالظبط. فقلت لا لازم استخدم ايديا برضو. فابتديت اخش البوكسنج يعني بيور، يعني عايزه اخش العب بس بايدي، ما استخدمش رجلي خالص. طبعا هو عامه البوكسنج يعني كل الجسم برضو بيتحرك، بس في الاساس انت بتلعبي فوق. خلاص.
فابتديت من اول كلاس الكوتش اللي هو صاحب المكان اخد باله قال لي انت لعبتي فين قبل كده؟ قلت له انا ما لعبتش بس كنت بتفرج كتير، يعني كنت بتفرج بقى على الفيديوز وكده. خزنتي؟ اه بالظبط. وانا بقى الطفل عامل زي السفنجه بيشرب كل حاجه. فانا الحاجات دي كانت عندي من زمان، فابتديت على فجاه يعني باخد كل الضربات بسهوله، ولقيت نفسي ان انا الموضوع بالنسبه لي طبيعي وان انا حباه يعني. ابتديت بقى اعلى في البوكسنج اكتر، فقال لي تخشي بطولات، فقلت له لا انا مش مستعده دلوقتي لان انا في الاساس بحب التايكوندو برضه يعني. تحس ان هو زي كانها كانت جذور مش عايزه اخالفها وافضل اعمل يعني اخش بطولات التايكوندو بس وما اخشش البوكسنج. بس ما جاتش فرصه طبعا انا اخش بطولات بوكسنج عامه. الموضوع بقى ايه استفزني لما لقيت رجليا الحمد لله خفت. طب ما العبش برجلي وايدي ليه؟ طيب ابتديت اخش الكيك بوكسنج. من الكيك بوكسنج دخلت على المواي تاي اللي هو ركب كيعان، كل اللي هو الفن نفسه بتاع التايلاند. كل حاجه ابتديت بقى ابقى فول سترايكر، يعني انا بلعب مش ارضي يعني بلعب بس وانا واقفه. فكل رياضه من دي ليها قوانين معينه، بس انا بستخدمها امتى؟ انا بخلي الكوتش مثلا يمسك لي الميتس وابتدي اشتغل عليها عشان اشوف التكنيكس عامله ازاي وازاي افرق بين ده وده. المشكله اللي جات لي في الاول ان العقل دايما بيدي اشارات للجسم، انا لعبت رجل بس، لعبت ايد بس، طب امزجهم ازاي مع بعض؟ فابتدى جسمي يتاقلم على الموضوع بحيث ان انا في وضع دلوقتي انا لازم اعمل فيه اي حاجه اسرفايف بيها. طب ايه اكتر حاجه ممكن اوصل لها؟ يعني شخص ما مثلا هعرف اوصل له ازاي من المسافه دي؟ طب انا لا استخدم رجلي. الرجل اه بالظبط، الرجل اسرع اطول هو اطول. طيب لو انت في كونتاكت خلاص دخلت فيها تعمل ايه؟ هتعمل من كوع بقى وش ضربات، في ضربات من قريب وفي ضربات من بعيد. فده بيخلي دماغك برضو تشتغل فن، عشان كده اسمه فن. انا مش شايفاه ان هو حاجه يعني همجيه او عنيفه، لا بالعكس ده فن تكنيك ازاي تستخدم حاجه تسرفايف بيها. بس دخلت بعد كده فتره لعبت جوجيتسو. انت لسه بتدخلي تاني؟ لا طبعا ما شاء الله. جوجيتسو ايه بقى؟ دي زي فن الاخضاع، يعني ازاي تخضع اللي قدامك. اللي كان بيسموها كسر عظام غير دي؟ اكيد وده اكيد اكيد. لا لا عادي عادي. بحاول منك. لا 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 الجوجيتسو يعني اللي هو مبدئيا انت بتلعب ارضي بس، ما بتلعبش بوكسنج ولا بريجلك ولا اي حاجه. بس انا مش خبيره فيها قوي بصراحه. بس الحركات اللي بتعجبني فيها اللي هي ازاي بتخلي واحد يتاب اوت يعني استسلم، او سبمشن انت خلاص انت نزلته على الارض وهو ايه يعني خلاص كده. ازاي يعني تاني ايدين السبمشن؟ لا هي في حاجات كده انا بصراحه ما يعني مش خبيره زي ما قلت لك فيها. بس حبيت الحاجات اللي عجبتني يعني اللي هو مثلا حاجه اسمها ارم بار وتريانجل ومش عارف ايه. اللي عجبني فيه برضو اللي هو حته ان ما تخليش حد لو بعد الشر يعني حد هجم عليك وانت وقعت على الارض فانت مش هتعرف تفلت منه. لا الجيتسو هيخليك تعرف تفلت وازاي تعرف ان انت اي ليمبس يعني اللي هي الاطراف تعرف تكسرها او تخليه يبقى في وضع عاجز ان هو يطلع منه. ده الحلو اللي فيه. بس انا لسه لغايه دلوقتي يعني بتعلمها لسه يعني في بدايتها خالص خالص. وفي ناس بتاخد فيها بطولات عامه بس انا لسه ما دخلتش. طب انت متخصصه في ايه دلوقتي؟ يعني بتعملي ايه بقى؟ من كل ما شاء الله الحاجات دي كلها. التايكوندو هو الاساس. هو التايكوندو هو الاساس. معايا حزام اسود 3. والبوكسنج يعني هو المفروض انا وصلت لدرجه الاحتراف خلاص، واتعرض عليا ماتشات كتير بس اهلي مش موافقين. الوش هيبوظ. خطيبي مش موافق. ما انا كنت لسه هاجي الموضوع. خطيبك ده يا شيرين انا شفت الدبله كده يعني ما خافش ما قلقش شويه. لا لا هو رياضي برضو برضو. ما ينفعش. ما هو لازم اصل طبيعي العقليات لازم تتالف يعني متوافقه. لا بس هو بطل كاياك. يا رب. هو بطل كاياك و يعني بيحب الرياضه جدا. ده اللي هو اللي في الميه صح؟ لا ده روي. ماشي اللي هو في الميه يعني في الميه كده اهو. وهو بطل اولمبي اساسا. كان من اولمبياد 2012 طلع اولمبياد 2012. فلما هو طبعا لما اتعرفنا على بعض هو عارف اصلا انا بلعب ايه وشاف كل حاجه يعني ما اتصدمش. لا 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 خالص، وبالعكس احنا ابتدينا نتبادل الايه الرياضات مع بعض. انزل انا شويه معاه في الميه ويعلمني وكده وهو يجي يضرب برده شويه. بالظبط بالظبط.
بس طبعا انا اهم حاجه لازم اركز ما ادلوش حاجه ازيد مني عشان برضه بالظبط عندي افضليه. يبقى هو القاضيه اعرف افلت منه في اي خناقه بتاع بس. طيب شيرين، يعني تعرضتي لاي مواقف في الشارع او احتكاكات او حاجه خلتك تستخدمي الرياضات اللي انت بتتعلميها دي؟ انا هقول لك على حاجه. مبدئيا احنا في الشارع كبنات للاسف بنتعرض لحاجات كتير جدا. انا حاطه لنفسي رولز ان انا ما اقبلش على حاجه زي كده الا مش موضوع اذيه. انا وقت لما احس ان انا اللي هتاذي انا هاذي وهموت. يعني انا مش هيفرق معايا بقى مين اللي هيأذيني. يعني الدفاع عن النفس. ايوه، وخليه في الاخر برضو. انا بالنسبه لي اللي هيجي يتعرض لي انت بتدافع عن نفسك في الاخر. هخليه في الاخر اللي هو لازم يموت. انا بالنسبه لي لا لازم اموته. يعني هو بتدافع عن نفسك خلاص متاكديها؟ بتدافع عن نفسك ليه بقى؟ لان اللي قدامك ده هو يعني ما فيش ولا رحمه ولا ان هو يفكر انت مثلا بني ادم ممكن تكون ضعيف. لا دي هتخاف، ما فيش الكلام ده. هو بيفكر واحد يا بيسرق يا بيتحرش. طيب في الاثنين انا بالنسبه لي الرولز بتاعتي اللي هو واحد هيجي يلمسني لا هيجي يتعدى المساحه بتاعتي في رد فعل بيحصل لي. انا فجاه بلاقي الادرينالين عندي بيعلى جدا، ضربات قلبي بتبقى سريعه، وبيبقى عندي وسائل دفاع غريبه جدا. ان انا دايما احب وانا ماشيه حتى في الشارع ابص ورايا. مش ماشيه عندي بارانويا بس لا بس هو ده اغلب البنات على فكره بتعمل كده من كتر الحاجات اللي بتتعرض لها بشكل يومي في الشارع. وانا فعلا اتعرضت لموقف قبل كده وكان في الشارع بتاعي للاسف. وضربت واحد ضرب مبرح يعني وفعلا هو ما توقعش. هم طبعا شايفين بنوته وصغنونه وبتاع وشكلها كيوت اللي هو مش هيطلع منها اي حاجه. هو كان مختل عقليا من حته اللي هو عايز بس اللي هو يشوف هي وقعت انا خضتها مثلا. انا ما حسيتش نفسي غير ان انا بلقيت نفسي بستخدم كل حاجه بس ضربته ضرب فظيع يعني بس. فهي الفكره يعني ان انت لازم تدافع عن نفسك باي شكل. في حدود اللمس، لكن شتيمه مثلا ولا مثلا قال لك كلمه معاكسه سخيفه ولا ما تبصيش، كلمه تخرج تطلع تاني عادي مفيش حاجه بس. اتعلموا يا جماعه، يعني بصوا الموضوع ماشي ازاي. بمنتهى البساطه الموهبه بتشتغل لوحدها، بتلاقي رد الفعل عنيف. بالظبط. طيب شيرين، انت يعني المفروض يعني ليكي سيستم وتمرينات محدده واكل وشرب، يعني انت ماشيه بسيستم ليكي، انت بتدربي. مش هضحك عليكم بصراحه. وبرنامج ايه بقى؟ طيب الموضوع ماشي ازاي؟ انا باكل اكل المفروض يعني اللي يفيدني. بس مش هقول هيلثي 100% ومش هقول ان هو ضايع يعني. لا انا ما بعكش في الاكل، بس باكل الحاجات اللي مثلا تديني طاقه اكتر، عشان انا مثلا قبل التمرين مثلا بقول لنفسي لازم اكل حاجه تديني طاقه وانزل اتمرن بيها. بعد التمرين لازم حاجه تعوض المجهود اللي انا عملته، لازم بعوضه باكل معين. فده اللي انا بعمله، بيبقى سيستم طبعا الصبح افطر حاجات معينه انا متعوده عليها وبجيبها على طول، تبقى عندي انا ثوابت الاكل ده ثوابت. الغداء زي ما تيجي عادي مفيش مشاكل، بس طالما هو ما بتغداش بالليل عشان ما اكلش وانام. فده الغداء بالنسبه لي عادي، بحس ان ده الاكل ده كانه بنزين. يعني عادي تاكلي رز وملوخيه، عادي تاكلي محشي، عادي تاكلي بس هي فكره الرز والحاجات دي. انا باكل بقى اللي هي كميات بالظبط، اللي انا ما بوصلش لحد الشبع اللي هو التخمه، يعني احس نفسي انا خلاص مش قادره. لا انا ما بعملش كده، باكل الاكل اللي انا احس ده بيبقى احساس حلو قوي. هو ساعات بيبقى جربي جربت عنها. على فكره انا جربته، وبعدين المعلومات القديمه يعني محدش يعرف عنها حاجه بس هقولها لكم. كنت تخنت جدا في ثانويه عامه عشان كان اهلي المذاكره اهم من الرياضه. رغم ان الرياضه عايزه اقول لك حاجه ان انا اكتشفتها لا بتخلي الدماغ شغاله واستيعابك اسرع. صح. وده اللي انا كنت ملاحظاه في الاوقات اللي كنت بلعب فيها وبذاكر فيها. لكن جيت على ثانويه عامه ماشي انا جايبه مجموع كبير والحمد لله وكل حاجه، نفسيتك بس انا كنت باكل، بس كنت بطلع كل الغل في الاكل. فتخنت جدا. بتدرسي ايه اصلا؟ انا او درست ايه؟ يعني درست ايه؟ انا خريجه كليه اعلام جامعه القاهره قسم اذاعه وتلفزيون. اهلا وسهلا. زميلة ما شاء الله. زميله عنيفه قوي يا جماعه. ده من ناحيه الاكل. طب من ناحيه بقى التمرين بتاعك عامل ازاي يعني؟ طيب بالنسبه للتمارين بتاعتي انا شخصيا كتايكوندو بروح اتمرن تايكوندو صرف. هو طب الصوره دي مثلا يا شيرين ده كان تمرين ايه؟ ده تايكوندو. ده التايكوندو دي حركه اسمها سايد كيك. هي ضربه جانبيه يعني. الضربات دي كلها بتبقى موجود منها في التايكوندو والكيك بوكسنج. ضربات شبه بعض وكونغ فو هم اللي بيعملوا نفس الحاجات. تبقى فوق الدماغ صح؟ والكاراتيه. ايه؟ الرجلين تبقى معديه الدماغ ولا لا؟ دي هاي كيكس يعني انا عاملاها. مين دي؟ ده انا في الخطب. واحده عدى عليكي صوره حلوه بس واحده تانية في تحول رهيب.
شيرين، طب انت ما خفتيش من فكره انه الناس بتبقى شايفه انه في رياضات معينه دي للولاد وفي حاجات تانية البنات بقى تعملها زي ما كان بيقول فاروق، نلعب باليه، جمباز، مش عارفه، سباحه، حاجات لطيفه كده من اللي احنا بنعملها واحنا صغيرين، ما خفتيش من الفكره دي ان انت تقدمي عليها اصلا؟ وهل شايفه فعلا انه في حاجه للبنت وحاجه للولد ولا لا؟ لا طبعا انا مبدئيا مفيش حاجه اسمها كنت شايفه ما كنتيش عملتيها. لا 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 هي ملهاش علاقه خالص، بالعكس انا كان اهلي ضد الموضوع اصلا، لان انا اختي كانت بتلعب باليه وانا داخله تمرين تاني خالص. فايه الفكره ان طول ما يعني طول ما انا عندي احساس ان انا حابه حاجه فكنت دايما بجبر حتى اللي حواليا انا هعملها، يعني هعملها طالما مش غلط، يعني طالما انا شايفه ان هي مش حاجه غلط يعني. لا هي في الاول والاخر رياضه يعني. بالظبط هي رياضه وما فيهاش اي حاجه، ومامتي كانت بتحضر ساعتها وتتفرج عليا وكل حاجه، بس بابايا لا. فالفكره ان انت للاسف الناس في مصر كلهم فاكرين ان لازم البنت تعمل حاجه معينه. طب ما هالولد بيلعب جمباز والبنت بتلعب جمباز، والولد في ولاد بتلعب باليه وفي بنات بتلعب باليه، نفس القصه هي برضو الرياضات العنيفه برضو كلها على مستواها كله، في بنات وفي شباب. صح. فمالهاش اي علاقه خالص، الفكره ده قديم للاسف، او بيورثوه للبنات ان انتم من الاخر تجنبوا المشاكل. هو موروث ثقافي خاطئ يعني، مش صح. مش سليم يعني. بالظبط. وطبعا مع اختلاف الازمنه وكل حاجه دلوقتي طبعا بقت مختلفه عن زمان، فطبيعي جدا بتشوف ابطال عندنا بيشرفونا في معظم البطولات الدوليه وكمان بيصعدوا اولمبياد في الالعاب اللي احنا كنا بنقولها ايه زمان، اللي هي لعبه بنوتاتي او لعبه مش عارف ايه، او رفع الاثقال، بنلاقي عندنا في ابطال ما شاء الله من البنات بيشرفوا مصر في مختلف المحافل الدوليه. طيب شيرين، يعني الفتره دي اغلبيتنا قاعدين في البيوت، يعني بنقلل شويه من نزولنا في الشارع الكلام ده. بالظبط. تنصحي بايه بقى بعض البنات وبرده بعض الشباب؟ تنصحيهم بايه ممكن يتمرنوا يعملوا ايه في البيت من خلال برده التمرينات الاونلاين؟ مبدئيا هو انا طبعا بروح الجيم، يعني انا بعمل ايه بقى جنب التمارين بتاعتي؟ انا بروح زي ما قلت لك كل تمرين على حده، يعني التايكواندو بروح تايكواندو صرف، بوكسينج صرف، كيك بوكسينج، مواي تاي لوحده، تمام. اللي بيبقى جانب الموضوع ده ان انا لازم برضو جسمي يبقى قوي، فانا بروح الجيم مثلا بعمل برضو حاجات معينه تخليني، يعني ده اسمه فانكشنال تريننج، اللي يخليني اتاهل ان انا استخدم الماسلز اللي بتخليني اضرب. فلازم انت بتروح عشان تعمل الكلام ده، فبتمشي على بروجرامز معينه. ده غير برضو ان انا يعني جيت فتره كده اتهوست شويه في حته انا بحب العضلات جدا. فقلت لا، طب ما انا ما بقاش فيزيك ليه زي بقيت الميس اولمبيا بقى والدنيا. اللي هي العضلات الصغيره شويه. انا ما بحبش ابقى يعني خالص. لا. الكلام اللي هو المنفوش ده مش ملوش لازمه خالص، وانا ما بحبش اغير شكل جسمي لان كيانك زي ما هو، ما ينفعش انت تغيره. اعمل نفسك فيه بس ما تخليش نفسك غريب عن الواقع. بروح الجيم اعمل التمارين دي بجانب التمارين بتاعتي، فببتدي ان انا ايه امزج الاثنين مع بعض عشان يعمل لي شيب كويس. طيب احنا دلوقتي مثلا ما بنعملش اي حاجه، او اتمنعنا من الحديد مثلا، احنا بنروح الجيم اساس فيه حديد. انا عندي مثلا تولز في البيت بستخدمها في البيت، حتى لو انا كسلت في الايام العاديه قبل مثلا موضوع الامراض او حاجه زي كده، ببقى مكسله انزل الجيم او ما عنديش وقت، فببتدي اعمل التمرين في البيت وبمشي على سيستم معين، بقول لنفسي طب لا اعمل النهارده فول بادي ورك اوت، ولا اعمل النهارده ابر بادي مثلا، ولا هعمل لور بادي. فببتدي احط لنفسي بروجرام وبمشي عليه، وبمسك الساعه في وورمنج اب، وبعد كده مثلا استخدم التولز اللي عندي. عندي دومبلز في البيت، عندي كيتل بيل، عندي المات بتاعتي، وعندي الاساتيك، وعندي كل حاجه، ده عادي. تمام. وكمان كان عندي ساند باك في البيت وكل حاجه، بس بابايا طبعا ما حبهاش فرمتها وقال لك ده دي انا في البيت، فقلنا لا بابا طبعا. فايه الفكره ان الناس لازم تتجه بقى للاماكن المفتوحه، ده اللي انا بعمله دلوقتي حاليا. بروح التراك في النادي، النوادي، الملاعب والحاجات اللي هي المغلقه اتقفلت. لكن الحاجات المفتوحه على فكره في ناس كتير جدا يعني بتنزل تتمشى اصلا في التراك كرياضه، يعني مشي. انا باخد التراك ده على اساس اللي هو ده بالظبط، بجري، بعمل برضو تمارين، بس ما بحاولش على قد ما اقدر ان انا المس الارض او المس اسطح. فحتى مش هقول لك انا بلبس جوانتي والكلام ده بصراحه، لا هو ماشي ناس تلبس جوانتي وكل حاجه، بس انا ما بعملش كده وانا ماشيه، لان انا بتايد او بحس في حاجه مضايقاني، فلا انا بجري ما بلمس حاجه خالص، بس على قد ما اقدر لو هلمس الارض يبقى هلبس حاجه عشان ابتدي استخدمها. فانا ده التمارين اللي انا ماشيه عليها حاليا. وبعد عندي شادو بوكسنج، عندي برضو شادو اللي هو لو انت مثلا بتضربي على الهواء وتضربي بايدك ورجلك. فانا امبارح مثلا لما نزلت النادي
عملت كده، ضربت كيكس كتير، ابتديت اعمل لنفسي مجاميع كيكس معينه احسن بيها الفلكسبيليتي والموبيليتي بتاعتي غير الجري. وشغل يعني انت مش سايبه نفسك مش سايبه حاجه يعني مش ما شاء الله مش سايبه ما شاء الله نفسك للظروف او اي حاجه. مع الوقت برضو انت بتستغلي لو انت في البيت بتمرني، لو عندك وقت بره البيت بتروحي اماكن اوبن اير. بالظبط تمام شيرين، يعني انت نورتينا والله، شابوني مبهوره يعني وشي ده انت حبطتيني فعلا يعني. انا بتكلم بنهج يعني، لا لا تعالى علمك يعني ماشي يعني هحاول. انا ما وعدتكيش ان انا هبقى ملتزمه بس هحاول. شيرين نورتينا جدا جدا جدا، وشابوليكي على كل حاجه بتعمليها، واكيد رساله مهمه جدا مش بس الموضوع موضوع رياضه، ولكن بتقدمي حاجه كده مخفيه شويه لكل البنات ولكل الناس اللي بيشوفونا دلوقتي. انا بشكرك ونورتينا. شكرا يا فاروق. شكرا يا نوره. شكرا يا شيرين. كده خلصت حلقتنا من إن بوكس، ونشوفكم بكره ان شاء الله على خير. وباي باي.